يسعد أوقاتكم جميعاً في عالم السيارات. اليوم جايب لكم سيارة أسطورية، سيارة يابانية أصلية ومش سيارة عادية. سعرها عم بيزيد كل يوم عن الثاني لقلة وجود هاي السيارة. السيارة الموجودة معنا لليوم الوحش متسوبيشي إيفولوشن 6.5 تومي ماكينن. خلينا نشوفها. الإيبو ماكينن إديشن تيجي من الشركة ستوك 280 حصان تقريباً. بس الوحش اللي معانا لليوم أبداً مش 280، سيارة عليها تعديلات مخيفة جداً. خلينا نشوف. سميت بتومي ماكينن إديشن نسبة إلى بطل الراليات الفنلندي تومي ماكينن. أنجن الوحش اللي معانا لليوم 2.3، عليها ستروكر كيت مينلي وأيضاً عليها كرانكشاف. بعيداً عن البسات المعدلة وعليها أيضاً راس ماكينة GSC، طبعاً معمول بولش لراس الماكينة وأيضاً عليها كلتش دبل بلي وعليها انتيك هيد بلازما مان وأيضاً الثروتل أكبر من الثروتل الستوك. طبعاً بعد كل هاي التعديلات اللي حكيتها، حابين تعرفوا السيارة قديش بتعطينا هورس باور؟ السيارة بتعطينا 600 هورس باور على العجل.